السلام عليكم. حاليا تم وصول اكبر قطعه لشهداء قضاء بالخصيب اللي راح تنشد على واجهه مسجد او جامع قضاء بالخصيب. هذه القطعه بقياس 3 مترات ارتفاع وطول 14 متر. هسه راح نبدي نفتح هاي القطعه. يلا عبد الله خذها سحب. هذه القطعه تحتوي على 143 شهيد من قضاء بالخصيب ساهموا في استعادة الأراضي إلى العراق، وساهموا أيضا مع الجيش العراقي والحشد الشعبي المقدس مثل ما نشوف هذه القطعة. طبعا أنا أتشرف بأن هذه القطعة هي من تصميمي وعمل عبد الله الجزائري، وأنا طبعا اللي اشتغلنا عليها. استغرق الوقت بعمل هذه بالتنسيق، هذا التنسيق المتناظر لمدة 10 أيام طبعا متواصل العمل. ما نقول إلا رحمة والصبر والسلوان لأهلهم، وأكيد كل أم وكل زوجة حاليا أرملة وكل طفل يتيم هم مذكورين في عائلتهم. ومن الصدف اللي هو أكو بعض يعني عائلة يعني أب وابن أخ وأخو موجودين هنا شهداء، الله يرحمهم. ونتمنى أي واحد يشوف هذا الفيديو يقرأ سورة الفاتحة ترحم الفاتحة.